يعني بالتأكيد إيران تستعد لكل السيناريوهات، وقد تأخرت بعض الوقت. لنتذكر أن هذا الرد اعتبر ردا على اغتيال إسماعيل هنية وعلى اغتيال السيد نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى جانبه في بيروت. يعني اسمح لي قبل لحظات الرئيس الإيراني هلا يتحدث ويقول لا نسعى للحرب لكننا سنواجه أي تهديد. وعما جرى حتى الآن قال هذا مجرد جزء من قدراتنا ولا تدخل في مواجهة مع إيران. هذا كلام للرئيس الإيراني قبل لحظات أراقبه عبر مواقع الوكالات الأجنبية. عزيزي أنا ما قصدته عندما قلت أن الطيران الإسرائيلي في الأجواء لابد لإسرائيل أن ترد، ولابد أن يشمل الرد أرضا إيرانية. لنكون واضحين، السيناريوهات المتداولة في الكواليس الدبلوماسية لا تتناول لا القنصلية الإيرانية في دمشق ولا مواقع في سوريا ولا في اليمن نعم، ولا في لبنان ولا في العراق. الرد سيكون على الأرض الإيرانية. ما سيكون الرد؟ هناك أكثر من سيناريو. كما قلت قبل قليل، هناك سيناريو يتحدث عن المنشآت النفطية في ميناء بندر عباس، هناك سيناريو يتحدث عن الجزر حيث صناعات كيماوية أو نفطية إيرانية، أو ربما يعني سيكون يعني لن يكون كما كان الرد عندما اغتيل فخري زادة ولا كما عندما اغتيل إسماعيل هنيه في قلب طهران. الرد للردع أو الرد ليكون مؤلما يجب أن يستخدم الطيران أو السلاح الأسلحة الثقيلة.